وكل إله با عنده يسوعلي سؤال بويدي ولك رب غيري وما إله أنا جاهين بعد الله ولك يسوع كل ها ربي جاي يا ربي جاقو وإلهي سبحانه وتعالى وإن كان بقرك وعيسو أستينو إلهي هاي وحدث كل شر إله إيانا هاي السجى يا العابد شري السجى يا لقدم بين شري في بعض الأوقات إن بنان تهاي وحبيان تلا وقف كونو الشيخ وأنا قف مرك وحكوا إصلاحنا وحكوا جاجيناي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بارك الله فيكم وحلقات كني تحناءها برامج كي عوان كي سواها لعدوين راد ريبي رادنا كي يرانا يقف كمسلم كمرك قلبي جيسا أيام ما توحين قادم دون حلقات دي لبي الله واتناد بإذن الله الكريم وحنا يكون سابسنت أصحاب الأخدود فمن هم أصحاب الأخدود أصحاب الأخدود يي أهايين محي أهايين إلهي سبحانه وتعالى وحكا قورهم والسماء ذات البروج واليوم الموعود سورة دا ليلة بروج أي إلهي سبحانه وتعالى كودا وكا قورهم محاي مركا دعدود وهيد سيئة رموهد وأهايين فالوحوغا عن استول تاغن إمام مسلم رحمة الله تعالى عليه وعلى صحيح السكوري من حديث الصهيب بن سنان الرومي أصحاب يقولون الصهيب بن سنان الرومي وأصحاب الجليل أها من السابقين الأولين أها أي حديث كإمام مسلم مركا وكسر النقلية وحاول مركا أولي الصهيب بن سنان الرومي رسولك عليه الصلاة والسلام يا وحنا وقورنا إنه شري بقر بقر هذه هرم مركا كم ذا بقر كاسولها نين ساحرة من نفل اللوة إنك ساحر كأها وجبوبي كدي مركو جبوبي يا وحنا يا رب بقر كي وحنا بقر أو وان جبوبي دي أيان أهاي وحنا ربع عيدا نكون برا سحر كي وعلم جي أن هي سحر كام مركا يجر ربتا أيان ربا وهل كي أن كو جشر مركا كو جشرتا وأنا نضيع ساعة مركا وضيع من بقر كي وحنا يا رب المير ودك مركا حاشية دها إكاك دواية أيوجي سو مركا سحر كوبرو وسحر كوبرتو إن كي يرى فالأمور بقضاء الله وقدري إلهي سبحانه وتعالى قدر كيسو وحاو مركا وقدر يرى سي إلهي سبحانه وتعالى ودوناي حدا دينك ودد ومراي السحر كوكس السعدو وحد جنا راهبة وعابدة وعبادة إلهي سبحانه وتعالى لدومناي ودومشو كل وجرة وإلهي كعابدة صغر سودية وإن كان بغركي وعيسو أستينو إلهي هاي وحدث كل شر إله إيانا هاي السجى يا العابد شر السجى يا لقدم بين شر السجى يا اللي أرك شنو يه عدة وأنا جنا مركا خشر كنا كأنت خير كنا مركا كأنت إن كير الراهب كي أيود جيستا مركا ود جيستو وح أركا وح وشيء جيو إنه خلاف سن يهاي وح ساحر وشيء جاي يوح بقر كامي سنة الله بضبا مال مال ما هكمل ذا أيا وح أو كعد أو كل ابنك يفرس الراهب كأها مركات كهب سانتو ساحركا وعدرا ذا وحن كهب سامي حافدي مرجع حافدي ناد مركا كهب سانتنا وعدرا ذا وحن كهب سامي ساحركي ولا بد تشربا مركو سي سعد كنا وسيم ريتشر الراهب كا سو سعد كنا وسوم ريتشري هدي لو هو ذا راجتي وحنا سار ساحركي بين راجي هدو ساحر كل هذا هو ذا راجتينا وعدرا جوري جم حكي قبنا أي وساسا مركا كهب سامي إن كي يرى لبيع الموك للدون لبد دريقك للدون كما بين السماء والأرض يا علم السحرة وعلاقة للشيادين يجمن يعلم مركا وحية وإلهي سبحانه وتعالى عباده دي سيا أياهو كل من مركا قلبي دي سي كو كل من مركا وحبراش دي سي كدبنا مع المال مها كم ذا أياه وددو مرأي وحا حري بحل دابد لباح ما وحلا مذا هيا دادك وچوك سدي ودادك مركا كاكا دادك أيو مريوين أيو قبقدين دادنا وحا ويري المي يرا إله يو هدو مركا وحن ما أنت وحن وغان دونا بالراهبك يعني كاساحرك كروشي جاية كحق تاجن وأنا كم مغتين وشكيسين يهاي مرجاسا وحول إله يو هدو الراهبكو حق تاجن يهاي لقى حسيد ده بدأ ودله بهالكاب حيوان كوين لقى حيران كتو راي إله نفتك كقاد هدو مركا وحول يان ساحرك سحين يهينا إله نفتها كقاد لقى حوا توري لقى حمر كتوري ده بدي وادي ماتي وواحد لا لقى حبه الكيمشي شو كم حيوان كمفترس كيمشي شو كم لقى حياة دلي dadkana waxay mareen markay isugu aamina waxana u cadaatay in raahibku ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqiisa markaa laga jecel yahay oo lagu ka markaa ilaahay ka jecel yahay ninka markaa waxa saaxirka ah iyo marka la eego markaa adoonka raahibka in adoonka raahibka ilaahay subxaanahu wa ta'ala u jecel yahay sida ayaa warkii uu noqday waxa uu ku dhig raahibkii uga waramay warkii waxa uu ku dhig raahibkii inaan ki yara waxaan ku arkayaa maanta in aad iga fadli badan tahay aniga waana waxana ay weeqteen la ina imtixaanay adna imtixaan kugu soo socdaana oo igu soo socdo hashaatay hadii lagu imtixaamo cidna hayno sheegi oo halka inaan ku jiro hay soo sheegno cidna ha warame inaan kii ilaahay wuxuu ku arisaaqay inuu dadka in dhalaanto ay ku dhacdo uu daweeyo
waxa ilaahay ku arsaaqay dadka barasto ay ku dhacdo inuu daweeyo waxa kale oo ilaahay ku arsaaqay xanuunada kale kala duwana inuu marka waxe daweeyo dadka marka uu ka daweeyo tan waxa dhacday in boqorka la taliyo ah oo in dhalaa ayaa jiray markaas uu yimi inankii yara markaas uu waxan rabaa inaad waxan maqliinaad wax daweeyso marka indha ay soo celi waxa inankii ugu jawaabay ku yiri anigu indhaha ma soo celiyo indhaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaliya ayaa soo celiya ilaahay baan ku bari ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waa ku shaafi ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxay haddaad ilaahay rumayso waa kuu ducayno ilaahay baan kuu bari ilaahayna subxaanahu wa ta'ala indhaha waa kuu soo celin doonaa ninkii ilaahay buu rumeeyey subxaanahu wa ta'ala inankii yaraana waa u duceeyey ninkii indhihii ayaa u soo noqday u soo laabtay intuu nin indhala ahaa waxaa noqday inuu harkaayo oo indha qaba ayuu noqday marka kadib ayaa waxa dhacday wuxuu ag fadhiistay oo u tegeyba ninkii waxay boqorka isagoo indha qaba ninkii boqorkaas su-aal buu weydiiyey waxa uu ku yidhi maanta maxaa waxa indhaha waxbaad arkaysaa ee waxaan dhacay waa maxay wuxuu ku yidhi ilaahay baa indhihii ii soo celiyey su-aal buu weydiiyey walaka rabbun gayrii uma ilaahan aniga ahayn baad leedahay markaasu wuxuu ku yidhi haa rabbigay iyo rabbigaagu waa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadna waxaa dhacday ninkii inuu ciqaab ku mariyo iyo cuquubaad iyo tacdiibaad aan cid la marin inuu mariyo oo uu ciqaabo markaa ninkii uu ahaa markaa isaga wasiirka uu ahaa ama gacan yaraa uu ahaa inuu ciqaabo ilaa uu sheegay cidda hawshan markaa sabab u ahayd inuu islaamo oo inankii yaraa markaa loo yeedhay isna tacdiibaad iyo cuquubaad fara badan la mariyey ilaa uu ninkii raahibka ahaa uu soo tusay raahibkii markii la keenayna ay dhacday markaa in laba isleeg markaa loo kala jaray oo iyadoo markaa uu arkaayo raahibkiina halkaa madaxa inta mishaar laga saaray laba isleeg markaa laga dhigay inankiina la yidhi inta doon la saaray badda ku soo tuura ducaystay inankii ilaahay uu yidhi allahuma kfinihim bima shiita wakayfa maa shiit ilaahay igaga filnow markaa sida aad doonto iyo waxaad doonto ilaah ku salido igaga filnow nimankan doonta ay xafatay qarqoontay inankii uu ka soo noqday mar labaad qolo kale uu dhiibo buur yidhi hala saro ha laga soo tuuro ilaahay uu baryey ilmihii buurtii ay gariirtay buurtii waxa weeyaan ay dhacday inay dadkay ka soo daateen isagoo badbaadeen uu ku soo noqdo markaa ninkii boqorka ahaa uu boqorkii markuu yaabay inankii yidhi idili kari maysa ilaa anugu farsamada igu dilaysa aan kuu sheego oo ah maxay inaad leeb inaad leebabkayga mid ka mid aad qaado oo dhafoorka aad iga saarto adoo leh marka bismi rabbi hada alghulaam adoo leh marka bismi rabbi hada alghulaam ilaahu ilmahan marka bimacnaa magaca ilmahan marka rabbigii ayaan magiciisa qabsaday ama magiciisan huganaya leebkan adoo sidaa leh ilaa aad tidhaahdo waxa weye waxba markaa idili kari maysa dadkana aada soo xashiriso oo ummaddu markaa isu timaado maqsuudkiisu waxa uu yahay boqorkii maadaama markii hore idili kari waayey imanka markuu bismillah yidhaahdo bismi rabbi hada alghulaam uu yidhaahdo inuu waxay u suurto gasho inuu markaa ilmihii uu dilo kadibna dadku ay arkaan waxa dhacay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay rumeeyaan boqorkii sidii uu sameeyey markuu sidii sameeyeyna waxaa dhacday in waxa weeyaan ay u suurto gasho inankii inuu dilo hase ahaatee arrin lama filaanaya meeshii ka dhacday dadku waxay ka dareereen meeshii iyagoo le aamanaa birabbi hada alghulaam amanaa waa rumi rabbi hada alghulaam ilmaha markaa rabbiga ayaanu rumaynay igoo sidaa leh ayay markaa ay ka dareereen dadkiina waxay markaa ninkii boqorkaa dadkii la talinay waxay dhaahdeen ilaahay baanu ku dhaarannee waxaa dhacay wixii aad ka foojignay ee aad ka baqanayso waa dhacday oo waxma oo maxaya dadkii oo dhammi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay markaa ay rumeeyeen oo ilmihii waxay dariiqadiisiba mareen markaasu wuxuu faray in la qodo waxaa loo yaqaana markaa boholo in la qodo oo boholaha in dab lagu shido oo kadib dadka lagu guro waana kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala qutila ashaabu lukhduud annaari daati alwaquud id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluna bilmu'miniina shuhuud waa kuwa ilaahay subxaanahu watacaala asxaabu lukhduud la odhan jiray ilaahay suuratu daati alburuuj rabbi uu ku sheegay inooga warramay dadka intay boholo u jeexaan inay markaa ay ku gurayeen ay ku gubayeen maxaynu ka faa'idaysanaynaa qisadan maxaynu ka qaadanaynaa maxaa xikam iyo fawaa'id ku jira runtii waxaa ku jira fawaa'id iyo xikam fara badan oo aynaan markaa soo koobi karayn xikamka waxaa ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba wuxuu ilaahay diyaariyay adduunyadiisa u dhigaa dad markaa warathatul anbiyaaya ambiyada markaa diinta ka reeba oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala faafiya waynu arkay ninkan raahibka waxaa kale inu arkaynaa inankan yar inay dad badan ilaahay sabab uga dhigay inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay rumeeyaan waxaa kale inu ka qa dadka boqorada ah had iyo jeer iyo sixirka waxaa la yidhahda inta badan uu iskaag dhow yahay oo ninka sixirka boqorka inta badan cid bay iska hor imanayaan cid buu markaa waxay arrimo kala gelayaan markaa inuu helo cid saaxira oo cid uu doonaya markaa waxa weye inuu dhibo cid markaa u dhibto markaa inuu markaa waxa uu jecel yahay cid warar beena usoo sheegto khusacbalaad markaa u akhrida inuu jecel yahay ayaa markaa laga qaadanayaa
وحلقه قادنا يا قفكو هذه يشر قفك ساحر كينو شعري هاي سعر كيس يونان وجوين يا دنيا ذا مركا وعيد كقطعه وعيد مركا وهي حبارت علم يسوع كقطعه وعنو كقادنا علم جا مركا دنيا ذا لقته من علم حبارت وحقوق إما بنادت كدلني يرى ذا وإني كي بقرك وحود رينين دلني يرى ومودرين وقف داء ومركا عمر جيس مركا جب جبي هاي مدرين وعنو كقادنا كرامة الأولياء وحشرين يهين ويا أضن كير عمل ما هي روحها ولي أولياء إلهي سبحانه وتعالى كم ذا إلهينا وحيا لفر بدن iyey markaa waxa karaamaad fara badan bay ilaahay ka muujiyay markaa gacmihiisa waxa kale oo qaadan cadawga gaalada culayska ay dadka iyo naciibka ay hayaan dadka muuminiinta kuma yideen hal la dilawoon bal waxa leen horta boholo hal ugu goro boholo inta dab lagu shido hal ugu goro dadka muuminiinta aha kuma yideen inay aadir dilaanoon bal waxa leen ninkii raahibka aha hal soo qaada mishaar oo mishaar lagu kala gooyo oo laba markaa isleeg markaa laga dhigo waxaanu kaleen ka qaadanayna ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuliidiisa inuu xifdiyo dulleeyeen markii cadawgiis ilmihi yara ilaahay waa xifdi markii buurta la saaray sirka tuura iyo markii la isii markaa badda ku riday intaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala wa ilaali aanu ka qaadanayna in sabirka qofku ku dadaalo gaar ahaan markuu ilaahay dacwadiisa diintiisa markaa uu faafinayo qof saabira waa adkaysi fara badan inuu noqdo oo ku sabab daacadka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waanu ka qaadanayna fi badal awqaat inay banaan tahay waxa beenta leh qofku inuu sheego waana qof markuu wax ku islaaxinayo wax ku hagaajinayo way markuu boqorka ki yara markuu u taga raahibka ka habsaama markaa saaxiibka ka habsaama wuxuu jeerka ayaan ku habsaamay markaa waxa raab markaa ka habsaama reerkoodana wuxuu jeeray xabasani waxa weeye asaaxiru baa xabisa joojiyay waxaanu ka qaadanayna waxa weeyaan qofku markaa caqiidadiisu markaa qawiga ay tahay de waxa ka muuqda waxyaala markaa la yaab leh ayaa ka muuqda waxaanu ka qaadanayna ibtilaaga iyo imtixaanada la soo mariyay dadkii saalixiinta ahaa ee markaa inaga horeeyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa waxa weyn u soo heeliyay waxaanu ka qaadanaynaa oo qisada markaa ku soo inay jireen dad boqor ah oo adduunyada soo maray oo sidii fircoon rububiyo iyo uluuhiye markaa inuu sheegtay inay jiraan waxaanu ka qaadanaa dadka sharka hadii sharshareenadii inay jeceliin sharkooda inuu faafo sharkooda inuu ka dambeeyo adduunyada uu sii joogo sida ninkaas saaxirkiiba uu barayay markaa wixii dadka sixirka ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ka baryayna kelimaadka inuu isnidi rabbi inuu inagu anfaco kuwa ku cibro qaatana ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga dhigo وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيب. ما تكيش سما. ما شاء الله. سامح ما عزكش بصل. واحد كوش بتحيل مفرم. طبعاً $10 بات كوش بنكرتها. $10 بات كوش بنكرتها. $10 بات كوش بنكرتها. $10 بات كوش بنكرتها.